وربما في إطار أيضا ما يحدث في دارفور، أنتم أدنتم ما حدث في جريمة اغتيال والي غرب دارفور ووصفتوها بأنها من أبشع وأشنع جرائم الحرب. وقت طبيعي جدا أن ما حصل في قتل والي غرب دارفور الجنرال خميس هو قتل بطريقة بالدم بارد وبطريقة وحشية، ونحن السودانيين كلهم على مستوى رئيس مجلس السيادة وكل الحكومة السودانية وكل المنظمات أدانت هذه الطريقة الوحشية للقتل، هي غير مقبولة ويفترض أن لا تكون، ويفترض أن لا تتكرر في السودان. هل يمكن أن أعرف منكم ما الذي يدور في دوائر الرأي العام السوداني، أو ما الذي يدور بين القوى السياسية والمجتمعية الآن في السودان؟ القوى السياسية والدوائر السياسية ترفض الحرب في السودان كلها بصرف النظر عن أيديولوجيتها، هي ترفض الحرب في السودان والكل يرفض الحرب في السودان. ليس في الحرب ما هو جميل، بل في الحرب ما هو كله قبيح. تحدثتم في بداية هذا اللقاء عن الجهود ربما المصرية في استقبال القادمين السودانيين منذ اندلاع وبداية هذه الأزمة، نتحدث تقريبا عن اقتراب العدد من نصف مليون سوداني منذ بداية هذه الأحداث. كيف تنسقون أو كيف تقيمون هذا الدور الذي تقوم به مصر الآن؟ ودور أخوي ودور جيد، ونحن أشدنا به، وشكرت الرئيس على ذلك، وشكرت الشعب السوداني الشعب المصري عبر شكري للرئيس والحفاوة والاستقبال لهؤلاء. هنالك طبعا في الدولة المصرية هنالك في الحدود في قضايا أمنية، وهو التجاذب بين القضايا الأمنية والوجود الكثير من لكن هنالك حالة تسهيل قد يحصل في اليوم في يومين الحادمين في الإسراع في التأشيرات للدخول للدولة المصرية. يعني سيد مالك، ربما أنتم تحدثتم في البداية عن المبادرات التي تقدم والجلوس مع الأصدقاء أو اتفاقكم ربما مع معظم هذه المبادرات في سبيل حل واحد، هو الوصول لتسوية أو الوصول لحل لهذه الأزمة. ما الدور الذي يمكن أيضا أن تلعبه سواء المنظمات أو القوى الإقليمية وكذلك الدولية للوصول إلى حل تحديدا مع طرفي هذه الأزمة؟ نحن زي ما سبقت وقلت نحن بنرحب بكل المبادرة، نحن ليس ضدها، لكن بنتفحص ونتحقق من هذه المبادرات، ما هي المبادرة من ضمن هذه المبادرات التي تحترم وتحقق سيادة الدولة السودانية ومؤسسات الدولة وتحترم مؤسسات الدولة السودانية وتحترم رغبات ومشاعر الشعب السوداني وتفصل في هذا الحرب بحيث أنه لا نعيد الوضع السابق الذي أنتج هذا الحرب، ونصل لوضع جديد لبناء الدولة السودانية الجديدة.